السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غادي تكون اجابه على مجموعه من الاسئله. كيف عودتكم انني في الاسبوع كنحاول نختار بعض الاسئله اللي كتجيني سواء عن طريق يوتيوب او عن طريق انستغرام، كنجاوب يعني كنرد على اصحابها، ومع ذلك كنختار بعض الاسئله انني نجاوبها يعني اون جينيرال هكذا في يوتيوب باش الكل يستفيد. كيف كنقول لكم دائما، كنشكركم جزيل الشكر على كل تعليقاتكم الطيبه وعلى لي لايك ديالكم. كيفرحني انه فاش اخت او اخ كيقولوا لي انني درت لايك قبل حتى ما نشوف لا فيديو، حيت عارف ان المحتوى مفيد. كنقول لكم بارك الله فيكم. اذا كان اخي او اختي اول مره كتشوفوا لا فيديو وكتشوفوا القناه، نقول لكم معكم اختكم جايله من قناه جايله الشانيل. القناة هي المحتوى ديال القناة انني كنمرر معلومات يعني على حسب المعيشة هنايا بفرنسا، بانني مقيمة في فرنسا، كما انني كنقدر ندير فلوغات يعني شي حاجة نقاسمها معكم سواء من المطبخ ديالي او شي حاجة شي خريجة خرجتها برا. المهم البنات اللي متابعيني من اول القناة يعني راهم عارفين المحتوى ديال القناة. كنشكر كذلك الاخوات والاخوة اللي انضموا جديدا للقناة وكيكتبوا لي كيقولوا لي متتبع او متتبعة جديدة، كنقول لكم مرحبا بكم. الاسئلة ديال اليوم غادي تكون عبارة يعني الأجوبة غادي تكون على عبارة على مجموعة ديال تكون يعني الأجوبة ديالي غادي تكون على الأسئلة اللي جاتني واللي غادي نقولها لكم. ألوغ سولوني قال لي أنه راجلي هجرني أو زوجي هجرني، وشنو خاصني ندير؟ يعني الناس اللي مقيمة هنا في فرنسا غادي نقول لكم وشنو خاصو فاش طيحوا في هاد لا سيتوياسيون، سواء الزوجة تخرج أو الزوج يخرج، يعني قبل ما كيكونش طالق ولكن كيخرج. كذلك الناس اللي بغات الفرق ما بين لو AAH والانفاليديتي، يعني هذا موضوع مهم وديجا كنت هدرت عليه ودرت لكم، درك غادي نعطيكم شي يعني نعطيكم، ما هدرت لكم غير على لو AAH ما هدرتش على الانفاليديتي. هاد المواضيع تقدروا تحتاجوهم كيف كنقول لكم، بما انكم هنايا خاصكم تكونوا تعرفوا يعني هاد القوانين وهاد الاشياء هادو. كذلك بالنسبه للسؤال اللي جاني، بغيت نستقر في فرنسا، واش تقدري انك تساعديني تقولي لي من هي مدينه اللي هي مزيانه نقدر يعني نجي نعيش فيها؟ كذلك بالنسبه سؤال اخر هو، اختي انا من الناس اللي خدموا في الفتره ديال الحجر الصحي ولكن عندي فقط 3 سنوات، وبما انه قالوا بلي انه سنتين، اشنو خاصني ندير؟ هادو هما نظن الاسئله اللي جاو، هما 4 ديال الاسئله ولكن اسئله مهمين. الوغ نبداو، اذا اخي او اختي يعني شي واحد تحفظ لا سيتوياسيون ان احد الزوج او الزوجه خرج يعني هجر الدار خرج، بمعنى خرج اذا وقع هنالك نقاش واحد من الزوج او الزوجه خرج، خاص تعرفوا هذيك خرج انه واش خرج مثلا عارفه بلي انه خرج غادي يبات واحد الليله برا في اوتيل ولا عند صاحبه ولا من بعد يرجع للدار، او انه خرج يعني ساي ما غاديش يرجع. فهاد الحاله اللي غادي يكون يعني الى ابوندوني سون دوميسيل، خرج من الدار ديالو، اول حاجه خصكم ديروها باش تخليو المسؤوليه على نفسكم، حيت هاد الحوايج راه يقدر يوقعكم في مشاكل، خاصكم تمشيو ديروا واحد، المهم تمشيو ديروا انكم ديكلاريو عند البوليس، يعني هذه اوبليجي واحد لا ديكلاراسيون. هذيك لا ديكلاراسيون اللي ديكلاريوها عند البوليس، من بعد هذيك الورقه غادي تجيبوها بطبيعه الحال، لا بوليس كتجلس عندهم واحد الورقه وانتم يعطيوكم النسخه، هذيك الورقه غادي تجيبو اوبليجي غادي ديكلاريو لاكاف، يعني هادو هما الحوايج الاوليين الاساسيين اللي غادي ديروهم. فاش ديكلاريو لاكاف بطبيعه الحال غادي تتغير غادي تغيروا الحسابات الماليه. نعطيكم فقط مثال، مثلا نقولوا واحد الكوبل كان كيشد الاغاسا وعندهم وليدات، بطبيعة الحال مثلا كان الأب هو اللي كيدخلوا الإغاسا دو كوبل مع الأولاد، معهم كيجيه المجموع كامل يعني في الكونت ديالو. مثلا هذاك الأب خرج من الدار، نعطيو فقط مثال، هذاك الأب خرج من الدار، إذا هذاك الأب خرج من الدار بطبيعة الحال هذيك الأم وهذوك الوليدات غادي يبقاو بلا مدخول، حيت هذاك المدخول راه كيكون في الكونت ديال الأب اللي خرج. لكن منين أنه غادي غادي ديكلاري على انه الزوج خرج او انه الزوجه خرجت، يعني كنعطيكم مثال، فهاد الحاله غادي تغيروا لي كالكول، في هاد الحاله غادي لاكاف دير لكم يعني حسابات اخرى باش انك تسمي عايشه غير انت والوليدات، وغادي تبقى تعطي لك اغسا ماجوري بالنسبه انك انت الام مع الوليدات ديالك، او العكس الام تخرج ويبقى الاب في الدار مع الوليدات. يعني هادو في حالات غير عطيت لكم مثلا مثال في هاد الحاله اذا احد يعني الزوجين هجر او خرج من الدار. كذلك السؤال اللي هو، واش من هي احسن مدينه اللي نقدر انني نستقر فيها؟ فهذا الموضوع خاصكم نتوما تشوفوا على من راكم بازيين، حيت كاينين الناس اللي بغاو يجيو يستقروا هنايا في فرنسا مثلا من دول اوروبيه، نعطي مثلا اسبانيا ولا ايطاليا حيت هما اللي كيتواصلوا معايا بزاف،
انتوما يعني لكم، يعني انتوما شوفوا الاولويات. بعض الناس كيجيو وكيكون معاهم واحد القدر مالي يقدروا انهم يدبروا راسهم به، ولكن كيكونوا محتاجين اول حاجة هي السكن. بالنسبة للمدن الكبرى مثلا باريس والضواحي ديالها، يعني باش تلقاو سكن صعيب صعيب صعيب. لكن مثلا فاش تختاروا شي مدينة صغيرة، نقدر نقول لكم انه ربما تلقاو السكن. غتقولوا لي كيف؟ حيت المدن الصغرى كيكونوا فيها بحال هذوك الاحياء الشعبية مثلا، اللي كاين يكونوا فيهم العرب، ولا يكونوا فيهم السوريين، ولا يكونوا فيهم الاتراك. ولا مثلا تمشي غير عند الجزار، تقدر الجزار تلقاه انه عنده علم بانه مثلا هذيك الدار راه شي واحد كاريها، ولا هذيك الدار شي واحد راه ساكن في المغرب ومخليها يعني باغيها تكرا. او راكو فاهمين شنو راني باغي نقصد نقولكم؟ يعني من تكون المدينه صغيره كيكون الحلاق او الجزار او اي واحد، او حتى اللي عنده مواد غذائيه كيكونوا تما، كيكونوا عارفين بعضياتهم الاخبار، وكيكون بعض المرات عندهم حتى ارقام هواتف نتاع الناس اللي راها باغيه تكري. اما اذا كنتو عندكم الفلوس باش تقدروا تجيو تكريو في اوتيل مثلا لمده شهرين او 3 شهور، وانكم تقلبوا على خدمه في مدينه كبرى، يعني هذاك الشيء يرجع لكم الاختيار. لكن قبل ما تديبلاصاو دائما دخلوا وقلبوا في انترنت، هكذا تقدروا تعرفوا المدن الصغرى نتاع فرنسا اللي تقدروا انكم تجيو تسكنوا فيها. الوغ بالنسبه للسؤال، هو وشنو هو الفرق ما بين بونسيون انفاليديتي وما بين الفرق لو AAH؟ غادي نحاول نشرح بطريقه يعني مبسطه. لو AAH هو واحد لالوكاسيون او زاديت اونديكابي، هو واحد المساعده اللي كتعطى لشي واحد اللي كيكون اونديكابي، يعني ليست له القدره. لكن هاد القدره غادي سوف تعطى او تميز او تؤخذ على حسب لو بورسونتاج، 80% 79%. مثلا نعطي مثال، نقولوا مثلا انايا كيسيير، انا كيسيير يعني نخدم في شي محل تجاري، انا كيسيير عندي لو AAH مثلا. لماذا؟ لانه عندي واحد العجز اللي يمنعني انني باش غادي نخدم مثلا 7 ساعات فقط، عندي عجز ديال 79% او 80%، وانا نقدر نخدم فقط 3 ساعات. يعني هنا غادي خاصني ندير لو دوسيي في الام دي بي اش، واللي هو قلت لكم هو ميزون ديبارتمونتال نتاع لي بيرسون اونديكابي، باش انه نخدم 3 السوايع. هذيك المدخول اللي يكون عندي 3 ديال السوايع لو AAH، وهي ميزون اللي قلت لكم ديال لي بيرسون اونديكابي في الديبارتمون تاعكم، تكمل لي دير لي التكمله. نظن هذه مفهومه. اما لا بونسيون انفاليديتي، وهي مثلا انا خدامه عندي كونطرا، ولكن صرات لي شي حاجه ما قدرتش انني صايم، ما نقدرش نرجع للخدمه ديالي. في هذه الحاله ندير لو ميم دوسيي، ولكن في هذه الحاله سي لا سي بي ام اللي تخلصني، وهي الضمان الاجتماعي، هو اللي انه يخلصني بالنسبه للسالير، حيت انني كنت كنخدم، حيت كنت كوتيزي، ولكن من بعد صرالي يعني حاجه اللي خلاتني انني ما نقدرش نخدم، ونكون لي عندي لا بونسيون دافاليديتي. كذلك غادي يعني هنا واضح ومفهوم. كذلك انه غادي نمشي لاباس السؤال الاخير، وهو انه بغيت انني ندير الدوسي ديال الجنسيه الفرنسيه، حيت انا من الناس اللي يعني هذا هو السؤال اللي جاني، حيت انا من الناس اللي خدموا في فتره الحجر الصحي. بالنسبه للناس اللي خدموا في فتره الحجر الصحي، كما جاء يعني قالوا على انه اذا كنتوا فقط مقيمين غير سنتين هنا بفرنسا، تقدروا انكم واخا مقيمين غير سنتين تقدروا انكم تدفعوا هذا الطلب. قالت لي اختي كيف انني ندفع هذا الطلب؟ طبيعه الحال غادي تيليشارجي لو دوسي نتاع انك باش تدفعي لو دوسي نتاع، المهم بار ديكري نتاع ناتوراليزاسيون، المهم على حسب الوضعيه ديالك انتيا، واش غادي مزوجه تدفعي عن طريق الزوج او انك عن طريق الاقامه، يعني ناتوراليزاسيون بار ديكري. غادي تدفعي هاد لو دوسي، غادي تجمعي فيه الورقات مع هاد الورقات كاملين، فيش دو باي، لي زامبو، المهم كاع الحوايج اللي كيطلبوهم. غادي كذلك تيليشارجي واحد الاستمارة من الموقع ديال وزارة الداخلية الفرنسية، اللي غادي تملئيها حيت مخصصة لهاد الناس اللي خدموا في فترة الحجر الصحي. كذلك انه غادي ترافقيها بالكونترا ديالك ديال الخدمة، كذلك انه تقدري ترافقيها بواحد كيفاش نقول واحد اتيستاسيون كتبها لك المشغل ديالك على انك خدمتي ويسنيها لك، وكل شيء هادشي ترافقيه في لو دوسي ديالك اللي غادي تدفعيه المهم للمحافظه ولا بريفيكتور
حيت حاليا صرحوا على انهم غادي يسهلوا بزاف لهاد الناس، لانهم يعني اشتغلوا في واحد المرحله اللي هي حرجه. كاينين بعض المهن اللي قالوهم، المهم انا هادشي ما طلبتوش مني ولكن غادي نحاول انني نقولهم لكم. المهم المهن اللي كانوا الناس كانوا يخدموا في المجال الصحي، يعني جميع لي بيرسونيل في المجال الصحي، سواء كنتي ممرضه او كنتي اسوانيونت او كنتي انفيرميير او كنت طبيب او طبيبه او كنتي يعني الناس اللي خدامين في النظافه. فالمهم كاع لي بيرسونيل اللي كانوا خدامين في مجال يعني نتاع الطب، يعني هادو قالوا على انهم حتى هما يقدروا انهم يدفعوا. كذلك لي زيبوار، الناس اللي كتخدم في تجمعنا، يعني الناس اللي يديروا النظافه، يجمعوا يعني الازبال. كذلك لي زاجون دونتروتيان، الناس اللي كيخدموا في لا بوست، لي كيسيير، الناس اللي كانوا يخدموا في محلات المواد الغذائيه، الناس يعني كل واحد يعني يعطوا مجموعه ديال المهن. الناس اللي خدموا قالوا في لابوست، الناس لي زونسينيو قالوا، الناس اللي كانوا يعني كيقريو، كذلك لي كونديكتور نتاع هذوك لي شوفور اللي كيسوقوا دوك الكاميونات مع الطريق، يعني الناس اللي كانوا ينقلوا المواد الغذائيه، الناس اللي كانوا يخدموا، لي زوفريي اللي كانوا يخدموا في مجال الزراعه، او حتى الناس اللي كانوا يخدموا في لوزينات، اللي كانوا مثلا لوزينات نتاع البطاطا، نتاع المهم ديال الخضر. يعني اي واحد كان خدام في هذيك الوقيته ديال الحجر الصحي، يعني بحال يعني واحد الاعتراف له بانه يعني واحد الحاجه مزيانه، وقالوا انهم غادي يسهلوا لهم. هذا جاء يعني على اجوبه على الاسئله ديالكم، ومن بين هذه الاسئله كان هذا السؤال ديال الجنسيه الفرنسيه. نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم وبسلامه.